السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة رحاب العربي. منتحلة صفحة سهيلة بن لشهب تشمت بلبنان وماغي بوغسن ترد. وقبل أن ننتقل لتفاصيل هذا الخبر، نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله، والإعجاب بالفيديو فضلا وليس أمرا. فلننتقل لتفاصيل هذا الخبر. بعد حدوث الكارثة البيئية التي قد ألمت بلبنان، وبعد حدوث الحرائق التي أكلت الآلاف من الهكتارات من الأشجار، قد قام بعض رواد السوشيال ميديا المرضى بالشماتة بلبنان، ومن بينهم صفحة تدعي أنها النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، وذلك بوضع صورتها على هذه الصفحة، وقد علقت عليها بالقول: اللهم زد لهيبها وقوي نارها ولا تبقي في لبنان حجر على حجر. هذه التغريدة الموجعة قد أغضبت عدد من النجوم، ومن بينهم اللبناني باسم مغنية الذي قد أعاد ونشر التغريدة وعلق: وين مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية؟ اتفضلوا شوفوا لنا مين هالشيء. الفنانة المتألقة ماغي بوغسن ردت على باسم بالقول: في كتير قشروا على نيابهم وحقدنا اليوم، ملحقنا بلوك تفاهة. وتابعت في تغريدة أخرى: الجزائر أحلى شعب ودعوتهم واصلة. وذلك كرد على جميع من اتهم سهيلة بن لشهب وفانز سهيلة بن لشهب بالشماتة في لبنان، وكذلك بالشماتة في شعب لبنان. يذكر أن النجمة الجزائرية الشابة المتألقة صاحبة القلب الطيب سهيلة بن لشهب قد قامت مؤخرا بتوجيه رسالة تهنئة إلى الشعب المصري في عيدهم في ذكرى عيد النصر، وقد هنأته بكلمات جميلة ومؤثرة قد حازت على إعجاب واستحسان الكثير من متابعي النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب في مصر خاصة وفي الوطن العربي عامة، مما يدل على نقاء قلب النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب ومشاركتها الوجدانية للأحداث الهامة في أمتها العربية. فقد هنأت الشعب المصري في يوم السادس من أكتوبر الماضي في ذكرى انتصار أكتوبر عند المصريين، هي ذكرى عظيمة ويوم عظيم لا نستطيع أن ننساه. فقد تذكرتنا النجمة الجزائرية طيبة القلب النجمة سهيلة بن لشهب، فهي بنت العرب، فهي ابنتنا جميعاً، ابنة بالفعل لكل الدول العربية، فهي تؤازر كل الدول وتتضامن وتساندهم نفسيا ومعنويا. وهذا اللقب ليس لقبا فقط أضيف إليها صدفة، ولكنها فعلا تستحقه لما تفعله مع الدول العربية من مشاركة وجدانية ونفسية ومعنوية في كل الظروف التي تمر بها جميع الدول العربية. فشكرا لبنت العرب، وشكرا لشعب الجزائر، شكرا لك لرقيك، وشكرا لك لجمال أخلاقك يا بنت العرب. أطال الله لنا في عمرك يا بنت العرب، لأنك تذكرت أن تهنئي بلدي وشعبي في ذكرى السادس من أكتوبر، ذكرى عيد النصر عند الشعب المصري. نشكرك على هذه الالتفاتة وعلى هذه المبادرة التي قد هنأت بها الشعب المصري في ذكرى انتصاره، وبنقول يا رب يدوم الود والمحبة بين الشعب المصري والشعب الجزائري، آمين يا رب. وربنا يزيد ويبارك في القلوب الطيبة النقية المحبة للخير والسلام. فلقد غردت الطيبة الحنونة سهيلة بن لشهب على تويتر قائلة: كل عام وأشقائنا في مصر منتصرين، وإن شاء الله دايما في الأمن والأمان عايشين، اللهم آمين يا رب العالمين. فقد كتبت هذه التغريدة الجميلة والتي تشبه بيتا شعريا جميلا وراقيا من إنسانة خلوقة محبة للخير والسلام. فنحن أيضا نشكرك على هذه المبادرة الجميلة
من إنسانة جميلة ذات قلب حنون وصافي وجميل. ولقد أضافت خريجة برنامج ستار أكاديمي: الله يحل السلام والأمن على كل إخواننا العرب والمسلمين. فهذا يدل على صفاء قلبك يا سهيلة، وأن هذه اتهامات، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يتهمك وكل من يظلمك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فربي يسعدك ويوفقك يا بنت العرب، يا ملكة القلوب النقية، على هذه الدعوات المخلصة الجميلة من قلب مخلص. ربي يتقبلها منك يا بنت العرب، ولكم بالمثل يا أحبابي يا شعب الجزائر بلدي الثاني. ولم تكتفي سهيلة بن لشب بأن تهنئ الشعب المصري فقط، ولكنها آزرت وساندت وتضامنت مع الشعب العراقي أيضا، فقد تذكرته هو الآخر، وقد تآزرت وتضامنت مع الشعب العراقي، وكتبت على تويتر: أبناء العراق يدفعون أرواحهم ثمنا لتحقيق مطالبهم. فهذه الكلمات الموجعة المؤلمة والتي خرجت من قلب حساس يدل على مدى إحساسها بنت العرب النجمة المتألقة سهيلة بن لشهب، مدى إحساسها بمعاناة الشعوب العربية، وكيف أنهم يدفعون أرواحهم ثمنا لتحقيق ما يتمنون حدوثه. يسلم يا رب قلبك الطيب، ويسلم لنا عمرك ودمك، وكل كلمة طيبة تخرج لنا من فمك يا بنت العرب يا بنت الجزائر. فهذا بيتا شعريا قد كتبته لك يا حنونة، يا صاحبة الرقة والإحساس الراقي والحنون. فقد دعت الله للشعب العراقي أيضا بأن يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم وأن يحمي أبناءهم، فقد كتبت هذه الكلمات الراقية ودعت لهم بالأمن والأمان والسلم والسلام أن يعم على سماء العراق وعلى سماء عالمنا العربي. كتبت وقالت: اللهم ارحم موتاهم واشفي جرحاهم واحمي أبناءهم، اللهم آمين يا رب العالمين. فكيف لقلب محب نقي، محب للسلام والخير، فكيف لقلب مثل هذا يؤازر ويتضامن ويساند كل الشعوب العربية في مواقفه الحزينة والسعيدة؟ كيف لهذا القلب أن يشمت في حرائق أو مصائب تمر بها لبنان؟ فحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يظلم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يظلمك يا سهيلة، يا بريئة، ودليل براءتك جاء لك من السماء من عند الله، إن أنت أصلا تآزرتي مع الشعب العراقي سبحان الله منذ أيام أو منذ أسابيع، وكذلك قد هنأتي الشعب المصري منذ أيام أو منذ أسابيع. فهذا يدل على أن نيتك طيبة جدا، لذلك جعلك الله سبحان الله أن تهنئ الشعب المصري وأن تتضامني مع الشعب العراقي، لأنه يعلم أنه سوف يجيء يوم ويجيء من يظلمك ويستعمل صفحتك أو صورتك وأن يظلمك وأن يشمت بلبنان وتتهمي أنت يا بريئة. ولقد برأك الله بحسن نيتك وطيبة قلبك يا بنت العرب. ندعو الله عز وجل أن يسترك وأن يوفقك وأن يسعد قلبك وجميع الفانز السهلاوي الطيب مثلك وجميع شعب الجزائر الذي أعشقه وأعشق بلدي الثاني الجزائر، وجميع متابعي قناتي قناة رحاب العربي المصرية. نتمنى لكم السلامة والتوفيق ودوام السعادة ودوام الصحة وراحة البال ودوام الأمن والأمان والسلم والسلام على شعبي وبلدي الثاني الحبيب الشقيق شعب الجزائر، وجميع فانز سهيلة وسهيلة وجميع متابعي قناتي قناة رحاب العربي المصرية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.